السلام عليكم طلاب برايمري 4، يلا بينا على ليسون 5 واللي بيتكلم عن الاسيستيف تكنولوجي. يعني ايه اسيستيف تكنولوجي؟ يعني تكنولوجيا مساعدة. طيب هدفها ايه التكنولوجيا المساعدة دي؟ مساعدة الناس من ذوي الهمم في تحسين حياتهم من خلال مساعدتهم في ممارسة المهام بصورة وبشكل اسهل. تعالوا بينا نتعرف على بعض وسائل المساعدة اللي ممكن تساعد الناس في تحسين حياتهم واداء مهامهم بصورة اسهل. عندنا المستكشف ألبرت ترين وال اسيستيف ليمب اللي عنده زي الطرف اللي موجود قدامنا ده عبارة عن طرف صناعي المستكشف ألبرت ترين استخدمه عشان يمارس حياته بشكل طبيعي ويقوم بالاستكشافات والبحث عن المدن المفقودة. طيب زي ايه تاني؟ زي السبورتنج تول، زي عندنا الويل شير دوت، الكرسي اللي بعجل ده زي ما احنا شايفين الشاب دوت بيقدر يمارس حياته ويلعب مع اصحابه بمساعدة الكرسي. زي ايه تاني؟ زي السكرين ماجنيفيكيشن سوفت وير، ده عبارة عن سوفت وير موجود على الكمبيوتر بيكبر الصور والكلام على شاشة اللابتوب عشان يساعد الناس with poor vision اللي عندهم ضعف بصر انهم يتفاعلوا مع الكمبيوتر بشكل طبيعي. ايه تاني؟ زي الويرابل ديفايس، زي الساعة السمارت ووتش اللي موجودة مع البنت دي، انها بتساعدها في ان هي لو لا قدر الله بقت في حالة خطر تقدر تبعت اللوكيشن بتاعها بالظبط، سواء اذا كان لاقاربها او اذا كان لايه للاسعاف ان هو يساعدها عشان يقدروا يوصلوا لها بالظبط. طيب ايه تاني؟ هيرينج ايدز اللي هي الناس اللي عندها مشاكل في السمع او ضعف في السمع، ولكن عن طريق السماعة اللي احنا شايفينها دي بيقدروا يسمعوا كويس وبالتالي بيمارسوا حياتهم بصورة اسهل وبشكل طبيعي. تعالوا نشوف في صورة اوضح الاسيستيف تكنولوجي. الاسيستيف تكنولوجي ديزايند تو هيلب اند سبورت بيبل وذ ديسابيليتي، الناس اللي عندها اعاقات او صعوبات، وذ تاسك ذات ذي فايند ديفيكالت، للمهام اللي هم شايفين ان هي صعبه. زي ايه؟ زي السكرين ماجنيفيكيشن سوفت وير، برنامج تكبير كده موجود عندنا بيكبر كل الكلام او الصور اللي موجوده على الشاشه. ده سوفت وير ان لارج، السوفت وير ده بيكبر everything on a computer screen على شاشه الكمبيوتر from words to image. It allows us with poor vision، الناس اللي عندها ضعف بصر، to interact with a computer، ان هم يتفاعلوا مع الكمبيوتر. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي دوت بيوضح لنا اكتر ازاي البرنامج ده بيشتغل. زي ما احنا شايفين كده انا فتحت جوجل اهو بحاول ابحث عن help people with poor vision اللي هو الناس ضعاف البصر، ما بيفتح لي، لكن انا شايف ان هو صغير. ده الماجنيفاير دوت بيكبر الشاشة بالشكل اللي احنا شايفينه واقدر ازومها لحد ما انا عايز، فبيحصل تكبير للشاشة ده. عشان كده بقدر اشوف الكلام بصورة اوضح. طيب بعد ما شفنا تعال نشوف بقى الهيرينج ايدز اللي هي ايه، وسائل مساعدة الناس اللي عندهم trouble hearing، عندهم مشاكل في السمع. يبقى الوسائل السماعة دي بتساعدهم ان هم يسمعوا كويس جدا. Hearing aids help to improve your hearing if you have some degree of hearing loss. How do hearing aids work? The device magnifies sound vibrations that enter the ear. طيب الـ Alternative Communication Software ده عبارة عن software، برنامج بيساعد الناس اللي عندها Speech and Language Disability Communicate with Other، إن هم يتواصلوا مع الآخرين. نشوف في الفيديو دوت الشخص هو ده بيوضح لنا الـ Alternate Communication Software وإزاي بتتفاعل مع الأشخاص. يعني هو بيتك اهوت على الزراير بيكتب I want to go with you، نسمع كده. I want to go with you now. سمعته قالت ايه؟ فبترجم الصور او الجمل اللي انا بكتبها له ليه كلام منطوق. You want to come with and then I hold down here me. الاسيستيف ليمب اللي هي الاطراف الصناعيه، وزي ما قلنا المستكشف ألبرت ترين هذا ديم ديفرنس، عنده اختلاف في الاطراف. and with the help of assistive technology of his prosthetic leg، الرجل الصناعيه، he can do many tasks، يقدر يقوم بمهام عديده. وايه تاني؟ الموتورايزد ويل شير، زي اللي بيستخدمه العالم ستيفن هاوكينج، was a famous scientist who used assistive technology to help him communicate. He used also motorized wheelchair. وبعد ما اتعرفنا على الاسيستيف تكنولوجي وازاي بتساعد الناس في ممارسة حياتهم الطبيعية، تعالوا نحل الاكزامبل اللي موجود عندنا في الكتاب. بيقول read and complete. ستيفن هاوكينج was a famous scientist who used assistive technology to help
him communicate. Read about how he made use of speech sanitizer. Speech sanitizer ده عبارة عن جهاز بيحول الكلام أو الكتابة إلى نص مقروء. بعد ما شفنا الفيديو اللي عمل فيه المقابلة الشخصية بتاعت ستيفن هاوكينج، تعالوا نشوف الخطوات بتاعت البرنامج أو الكرسي اللي هو قاعد عليه وإزاي بيحول الكلام إلى نص مقروء. I can't speak so I communicate using a computer system in my wheelchair. يبقى هو بيستخدم هو بيقول انا ما اقدرش اتكلم عشان كده انا بتواصل باستخدام الكمبيوتر سيستم، نظام الكمبيوتر اللي موجود في الكرسي المتحرك بتاعي ده. يبقى دي اكيد هتبقى نمبر 1. طيب تفكروا كده نمبر 2 اللي هتبقى ايه؟ نمبر 2 صح، هتبقى I look at the screen there are words on the screen، كلمات على الشاشة موجودة عندي وشفناها في الفيديو. طيب ايه تاني؟ I can press a switch مفتاح in my hand in this way I select the word، بيعمل select الكلمات اللي هو عايز يقولها. طيب رابع حاجة when I have made a sentence، لما بكون جملة the computer send it to the speech sanitizer، بيبعت الجملة المكتوبة ديت ليه اللي هو speech sanitizer اللي هو بيحول الكلام المكتوب إلى نص. آخر حاجة the speech sanitizer change the words into artificial voice، صوت صناعي so people can hear what I want to say. يلا بينا على lesson 6 واللي بيتكلم عن ال common ICT problems and solution، الأخطاء أو المشاكل اللي بتحصل في أجهزة التكنولوجية وبعض الحلول المقترحة ليها. بيقول لي إن الـ ICT device زي مثلا اللابتوب والكمبيوتر والتابلت والسمارت فون، كل دي أجهزة ذكية. الأجهزة دي اللي هي إيه؟ بتقوم ببعض المهام أو بتساعدني في أداء بعض المهام اليومية، زي مثلا كتابة التقارير والبحث في الإنترنت، أو حتى كمان إن إحنا ممكن نلعب عليها ألعاب إلكترونية. زي ما بيقول لي كده الـ ICT device help us to do a lot of tasks as reports، التقارير والإنترنت سيرش والداتا analyzing and even playing game. طب تعالوا نتعرف ايه هي المشاكل الكومن اللي بتحصل في الـ ICT devices والحلول المقترحة ليها. بيقول لي any device might sometimes experience a temporary breakdown or failure، بعض الأجهزة أو أي جهاز من حين لآخر كده بيحصل له إيه؟ النظام بتاعه بيقع أو بيحصل مشاكل فيه، فإزاي نقدر نتغلب عليها؟ تعالوا نشوف هنا الولد ده بيفكر، بيقول what is the solution؟ إيه هو الحل؟ تعالوا بيقول لي البروبلم، هنا هناخد بروبلم بروبلم، مشكلة مشكلة كده ونبدأ نحلها. بقول لو أنا قابلت an app won't open، عندي تطبيق على الكمبيوتر مش عايز يفتح، ايه اللي بعمله؟ البوسيبل سوليوشن بتاعه ايه؟ ان انا اعمل ريستارت يور كمبيوتر اند تراي اجين، اعمل ريستارت يعني اعاده تشغيل للكمبيوتر بتاعي واحاول مره اخرى. طب ما ينفعش الحل ده، تشيك ذات يور سوفت وير از اب تو ديت، ان في تحديث نزل جديد للبرنامج دوت عشان كده هو مش عايز يشتغل، او اشيل الابلكيشن خالص ان انستول اند ري انستول ذا اب، اشيله وارجع سطبه من جديد. طيب بيقول لي لو الماوس كروزر isn't working، الماوس المؤشر بتاع الماوس زي اللي احنا شايفين البوينت الحمراء دي كده، الماوس مش عايز يشتغل، اعمل ايه؟ connect the mouse cable to the correct place and restart your device after that. ان اعمل ايه بقى؟ اشوف اشيك ان الكونكشن كيبل الكابل بتاعه او اذا كان ماوس بلوتوث البلوتوث بتاعه متوصل بالكمبيوتر نفسه او اللابتوب عشان يشتغل، ما ده حاجه فيزيكال. طيب ممكن تبقى حاجه تانية ان نفس الماوس ده هو broken اتعطل خلاص، فماوس might need to be replaced، عايز يتغير خلاص يعني اهلك بقى واستنفذ فعايز يتغير، او في الماوس البلوتوز عايز بيشتغل بالحجارة. طيب بالباتري، الباتري ممكن تكون عايزها تتغير، فدي برضو حل تالت لمشكلة الماوس. طيب your screen freeze، لو الشاشة اللي احنا شغالين عليها كده وقفت خالص ومش عارفة تتحرك ومفيش اي حركة فيها، ايه اللي ممكن تفكر ان هو يبقى solution؟ بيقول press and hold the control alt and delete buttons together، اضغط على الثلاث زراير دولت مع بعض، control و alt مع delete together مع بعض، هيظهر لك شاشة فيها بعض الاختيارات دي من خلالها تقدر تشوف ايه اللي عامل تهنيك كده او مخلي الشاشة تعملها freezing. لو ما كانش الحل دوت مناسب اعمل ايه؟ try to power off، افصل الكمبيوتر واعمل له restart من جديد. تعالوا نشوف في حاجة بتقول لي the keyboard isn't typing، الكيبورد بتاعي ما بيكتبش،
الكيبورد لوحة المفاتيح ما بتكتبش. ايه الـ possible solution؟ connect the keyboard cable to the correct place and restart your device after. برضو اعمل ايه؟ شيك على الكابلات بتاعت لوحة المفاتيح انها متصلة بالكمبيوتر او اللابتوب، ويبدأ يعمل ريستارت من جديد للكمبيوتر. طيب لو الكيبورد برضو فيها مشكلة وبروكن، متعطلة او مكسورة او خلاص دامج، اعمل ايه؟ خلاص هغيرها، ريبليس. طيب اخر حاجة بيقول لي you can't find the file. انا دلوقتي جبت نزلت ملف او صورة او عملت فايل وورد ومش لاقيه، اعمل ايه؟ في عندي كذا حاجة. check your download folder، زي ما احنا شايفين كده بنشيك على الفولدر بتاع الداونلود اشوف فيه لو انا عملت داونلود لفايل. تاني حاجة ممكن اشيك على الدوكومنت فولدر، لو انا if you search for a microsoft word file، ملف نصوص، دوكومنت، وثيقة، فببدأ ابحث في الدوكومنت فولدر. او انا هبحث عن فوتو صورة، فابحث عن ايه؟ ابحث فيها فين؟ check your picture folder، ادور في هنا. طيب لو انا التلات حلول مش لقيت الملف او الفايل او الفولدر بتاعي او الفوتو، اعمل ايه؟ try doing a search using the search box next to the start button. شايفين كده الستارت button ده هنا بيبدأ جنبه في مربع مكتوب فيه كلمة search. كلمة search ديت اكتب فيها اسم الحاجة اللي انا عايز ابحث عنها، وزي ما احنا شايفين بيقدر بكل سهولة يبحث لي على الحاجة اللي انا عايزها، سواء اذا كان application او ملف document او word او حتى picture او حتى حاجه على الانترنت. يلا بينا على lesson 7 واللي بيتكلم عن collecting analyzing and graphing الداتا، عمليه تجميع وتحليل ورسم الداتا في رسومات بيانيه. طيب ليه بنعمل كده؟ بيقول لي scientists and archaeologists can search to solve a problem they collect analyze and graph الداتا. العلماء والباحثين بيستطيعوا ان هم يعملوا سيرش، بحث، عشان يحلوا المشاكل عن طريق ايه؟ ان هم بيعملوا collect، بيجمعوا، analyze، يحللوا، graphing الداتا، ان هم يحطوها في شكل رسم بياني. طيب ايه افضل الطرق ان انا اعمل collect للداتا؟ collecting data افضل طرق ان انا من البوكس and the articles، من الكتب والمقالات. تاني حاجة ممكن أجمع منها الداتا الريكورد، السجلات such as logs والريبورت والتقارير. طيب تالت حاجة الاكسبيرمنتس، التجارب. التجارب كل ما بعمل تجربة بكتب البيانات أو النتائج اللي حصلت عليها، فده كولكتنج للداتا. آخر حاجة سيرفيز، عملية المسح، عملية المسح وعملية الإحصاء، إن أنا بعمل إحصاء كده أو سيرفي لبيانات معينه. دي كلها طرق عشان اجمع منها الداتا، collecting data. طيب it's very important that you are certain that the information you are collecting is accurate. كل مهم جدا انك تتحقق من ان المعلومات او البيانات اللي انت بتجمعها accurate، دقيقه. always be sure to use resources that can be trusted. تأكد تماما من ان انت بتستخدم مصادر موثوق منها، زي مثلا الاي كي بي، الايجيبشن نوليدج بانك، بنك المعرفة المصري. تعال نشوف ازاي بنعمل عملية analyzing للداتا، عملية تحليل للبيانات. when you analyze the data you have collected you are view your finding. بتعمل review للفايندنج بتاعك، بتعمل عملية مراجعة لما وجدته. طيب ازاي؟ احنا بنعمل عملية تقييم. then you interpret that thus finding mean. بتعمل عملية تقييم للي انت وجدته ده بيعني ايه. طب ازاي؟ قولي using the data to find out. احنا بنستخدم الداتا ديت لنكتشف ايه. what happened، ايه اللي حصل. why it happened، ليه حصل الكلام ده. طيب what is likely to happen next، البريدكشن، ان احنا بنتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده. what should be done، ايه اللي يجب ان انا اخده كاحتياط او اجراء احتياطي هيحصل بعد كده. the best way to interpret a lot of data is to look for trends in the information. يعني بيقول تحليل، ده تحليل نمطي، بيتوقع اللي هيحصل بناء على بيانات ايه؟ قديمة، historical data، بيانات قديمة. بعد ما عملنا عملية analyzing للداتا اللي احنا جمعناها، تيجي مرحلة الجرافينج داتا، مرحلة الجراف الداتا. once you have analyzed the information you have collected you are ready to graph the information. بقول لي بعد ما خلاص عملت عملية التحليل المعلومات، تيجي بقى مرحلة تمثيل البيانات ديت في ايه؟
في شكل رسم بياني عشان يعمل ايه؟ عشان نبدأ عملية المقارنة ويحصل على النتائج بتاعته. طيب بيقول لي a common graph is a paragraph. الباراجراف دوت او الباراجراف ده is a common graph، ده من اشهر الرسومات البيانية لتمثيل البيانات، لانه مش بس الباراجراف بيمثل البيانات في شكل رسم بياني، لا من خلاله نقدر كمان نعمل مقارنة بين اصناف من المعلومات، وممكن نستخدم برنامج زي برنامج الاكسل اللي هو برنامج الجداول في عملية ايه؟ عملية الجراف. You can draw graph on a paper، على ورق، نرسمه على ورق عادي، or make them on a computer using software like Microsoft Excel، برنامج الجداول.